أي أحد يريد أن يعرف أين القسوة واللين في قلبه فلينظر في حاله إذا ذكر الله خالياً، إن لم يكن هناك أحد يطوف بك يحوم حولك وكنت لوحدك في بيتك أو في غير بيتك، ثم ذكرت ربك تسبيحاً أو تلاوة قرآن أو قراءة حديث، ثم أخذت تقرأ ولا يراك أحد، فإن رأيت في نفسك في تلك الحالة انكساراً فاعلم إن شاء الله من غير أن أفتنك أنك قريب من الله. أما إن كان الإنسان تأتي عليه ساعات أو أيام أو ليالي أو دهور فيمكث يقرأ القرآن لوحده أو يسبح كثيرا لوحده أو يقول ذكرا معينا لوحده ثم لا يشعر في قلبه، والحال كذلك في قلبه انكسارا أو أن تذرف عينه أو ما أشبه هذا، هذا حق نفسه عليه أن يراجعها. كيف تراجعها؟ تفقد أولا نيتك، ثم تفقد حالك مع من حولك. إذا نزع من القلب الكبر وتزكية الإنسان لنفسه على من حوله يضع الله عز وجل محلها بدلا منها اللين والانكسار. ولما خير صلى الله عليه وسلم بأن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا التفت فرأى جبريل فأشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبد الرسول. فلما اختار أن يكون الله عبد الرسول الآن نحن بعد 14 قرنا من وفاته، وهذا أخوكم المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، وستقال إلى قيام الساعة لما اختار الطريق الأقرب إلى الله. فأنت الطريق الأقرب إلى الله هو الانكسار بين يديه جل وعلا في كل آن وحين. اقرأ القرآن وخذ قصص القرآن، ثم انفرد بمكتبتك واقرأ تفسير هذه الآيات التي في قصص القرآن، سترى فيها من فضل الله ورحمته وقدرته ما لا يمكن أن يخطر لك على بال. لن يصلح قلبك إلا كلام ربك.